يخلص على هدف لهدف، لن يخلص على 1-1. إنذار مستحق وقرار سليم، هل أول مرة نرتكب خطأ؟ ولكن الخطأ الأول كان عنيف. كرة ثانية للفريق الإماراتي، خطيرة والهدف الثاني، الهدف الثاني من قذيفة، الهدف الثاني من قذيفة في سقف المرمى. هذه ردة فعل الوحداوي، هذه كرة اللاعب رقم 22 بارازيس، يسجل قذيفة لا تسد ولا ترد، كرة عابرة للقارات في مرمى المعيوف. الوحدة الكامباك اللي عملوه ضد الفريق الإيراني بيرسيبوليس، كانوا خاسرين 1-0 رجعوا متقدمين 2-1، الآن نعرف أنه ضد بيرسيبوليس رجعوا خسروا 3-2. كيف ستكون المباراة اليوم؟ الرصية والتحذير يرجعها كما جات، خطأ من الدفاع، غلطة من هوساوي، هوساوي رجع كرة عبارة باس، أخطاء دفاعية رهيبة وكرات قاتلة، هدية من أسامة هوساوي رغم الخبرات، والرصية كانت معاكسة مخادعة من الشهراني، كورة في الجول 2-1 الوحداوي.